الموضوع كله ابتدى من علاج جديد للسرطان. الدكتورة سمية كانت عايزة تستورد مادة فعالة وتنزلها السوق، لغاية ما دخل عامل اسمه حسان دخل عندي على المعمل. ماشي، دي تمام. اوكي، لا دي مش محتاجينها، خلاص كده تمام. دكتور هشام، دكتور هشام بعد اذن حضرتك. ايه احسن في حاجه؟ حضرتك سمعت عن دواء السرطان الجديد اللي الدكتوره سميه هتستورده من المانيا؟ اكيد طبعا، ايه المشكله؟ اصلي وبالغلط، والله العظيم والله العظيم اقسم بالله وربنا شاهد عليا، ما كانش قصدي اتصنع. انا سمعت الدكتوره سميه بتقول ان الدواء ده بتاع السرطان ده مؤذي جدا يا دكتور. التخريف اللي بتقوله ده يا حسن؟ ده اللي انا سمعته يا دكتور. انا اعرف ان الدواء ده حاجه كبيره جدا، اختراع يعني، بس في المانيا اكتشفوا انه في غلطه، لموه من السوق، وهو كان في البدايه بيجيب نتيجه كويسه في الاسبوع الاولاني، فالمريض وقالوا بيفتكروا ان المريض خلاص خف، لكن بعد كده بيرجع تاني المرض اوحش من الاول. والله العظيم يا دكتور، والله العظيم ده اللي انا سمعته. وعشان حضرتك راجل محترم وما يرتكش ان الناس تروح ضحيه، انا مش قادر اسكت، مش قادر اكتم في قلبي بعد ما ربنا كشف الحكايه دي قدامي. طبعا ما اعتمدتش على كلام حسان، دورت بنفسي وشفت بعيني التركيبه اللي عايزين يعملوها، ورحت لسميه واجهتها بكل اللي اعرفه. حاولت تسكتني شوية وتغريني بالفلوس شوية، بس أنا كنت برفض. اديتها مهلة تفكر قبل ما أبلغ، وفعلا ردت علي بقت لحسان. فكرت أبلغ لكن خفت عليكم، وهي كمان أكدت لي خوفي لما هددتني بيكي أنت وكارمن. اضطريت أسكت، وعشان اقنعها اني مش هتكلم قبلت المبلغ اللي عرضته عليا، بس يظهر ان ده ما كانش كافي لاقناعها. حبت تورطني معاها وطلبت مني اني اشارك في الاشراف على تركيبه الدواء ده. خوفي عليك وخلاني اوافق. انا مشيت من عندها وانا جوايا اتنين ضد بعض، الاب اللي خايف على مراته وبنته، وضمير اللي مش هيسمح بجريمة زي دي. بعدها جت فكرة الفيوم، قلت فرصة أفكر وأشوف ممكن أوصل لحل، بس هي كانت خلاص قررت تخلص مني وحصل اللي حصل. يعني أنت عشان كده رخصت المسدس؟ عشان أحميكم. وعشان كده مش عايز تقول إنك عايش؟ ظهوري خطر عليكم. طب وهتفضل مستخبي لحد إمتى؟ خايف ما ألاقي حاجة أخلص بيها من سمية. هتقتلها؟ أنا ممكن أقتل يا زينة. لا مش قصدي، انا بس قلت عشان انا عارفه انك قوي ومش بيهمك حد. مين قال ان التفكير في القتل هو القتل؟ ده انسان ضعيف، جبان، غبي. لو الست دي مش ضعيفه ما كانتش فكرت تخلص مني بالشكل ده. لو كانت ست ذكيه فعلا كان لقت الف طريقه تخلص مني بيها. صدقيني، اقري حوادث قتل الازواج، الستات اللي حاولت تقتل جوازها عشان الست ضعيفه، انما الراجل ممكن يلاقي الف طريقه يعذبها بيها. سميه ضعيفه وجبانه وغبيه، وانا لازم استغل ده. طيب ماشي، ناوي تخلص منها ازاي يعني؟ هكشفها، لو لقيت الدليل على الكلام ده هخلص منها بالسجن. ايوه ازاي؟ الفيديو. أصلاً عرفت من رامي إن حسان صور سمية وصور وثائق بالدينها،
ويمكن ده السبب اللي خلاها تقتله. الفيديو ده وصل لرامي وبعد كده وصل لك. قلت لك انه مش معايا. بعدين انت ايه اللي مخليك متاكد كده انه معايا؟ العزم، فاكره لما مامت رامي ادتهولك وقالت لك خلي هشام يشوفه؟ انت لازم تدوري معايا على الفيديو عشان ترجع حياتي معاكوا زي الاول. قصدك عشان تحبسني زي الاول؟ وانا بتكلم نفسي من الصبح. انا عملت كده عشان احميكوا. انت طول عمرك حبسني، وموضوع سميه ده عشان تبرر اللي كنت بتعمله فيا من يوم ما اتجوزنا. انا يا حبيبتي انا كنت حبسك. لو انت فاكر ان الحبسه بس انك تراقبني وتمنعني من الخروج تبقى غلطان. الراجل بيحبس الست لما يمنعها انها تشتغل او تكمل تعليمها، لما يكرهها في اصحابها ويبعدهم عنها، لما يمنعها انها تسوق بحجه انه خايف عليها ويمنع عنها اي فلوس، لما يتريق على لبسها ويستخف بيها، لما يجبرها انها تقفل الفيسبوك او اي شباك بتطل منه على الدنيا، لما يهز ثقتها في نفسها ويفضي عقلها ويحسسها انها غبيه، لما تبقى قاعده مش لاقيه اي حاجه تعملها غير اوضه النوم والمطبخ. لو الفيديو بتاعك هيرجعني لكل ده يبقى تنساه. يعني الفيديو معاكي؟ ايوه معايا، ومش هديهولك لو كان اخر يوم في عمري. انت اتجننتي؟ هات الفيديو احسن. لو هتقتلني اهون عليا ان انا اعمل كده في نفسي تاني. خليك محبوس، جرب اللي انت عايشتني فيه 10 سنين. انا مش غبيه يا هشام، انا مش غبيه ولا جبانه، وعمرك ما هتعرف تكسر لي تاني. انت مجنونه، انت مجنونه. رايحه فين؟ رايحه فين؟ زنق، زنق قالي احسنك، زنق.